فرصة كمان بما انك بناء حضرتك بتقولي لي مين اللي واقف جنبك، لابد ما انساش ابدا 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 دكتور والنجم الكبير دكتور يحيى الفخراني. كان بيسأل عنك طول الوقت، ده رشحني لشغل وبعت لي استاذ مجدي الهواري مخرج العمل المسرحي اللي انا مشارك معاهم فيه ياما في الجراب يا حاوي. استاذ مجدي الهواري جاني المستشفى وانا في المستشفى النفسي. بصي بقى الناس لما احب اعمل موقف يفوق واحد يبقى بوش ليه يبقى دافع. اخذ راي دكتور يحيى الفخراني قال له انا بفكر ارشح شريف دسوقي معانا في العمل. كنتش لسه هعرف انا همشي ازاي. كنتش لسه هعرف انا همشي على عكاز في الاول ولا كذا، ولا هتقدر بكل بساطه، ولا هقدر حتى امشي على عكاز. فوجئت بالاستاذ مجدي الهواري عندي في المستشفى وبيقول لي انا عايزك معايا في عرض مسرحي اسمه ياما في الجراب يا حاوي، وبترشيح من دكتور يحيى الفخراني. اتاريهم لما اتناقشوا مع بعض قال له، واستاذ مجدي الهواري بياخد راي دكتور يحيى الفخراني، قال له يا ريت ده هيبقى دافع انه شريف يخف بسرعه. صح صح صح. ورحت وبعرض العرض لغايه النهارده بالعكاز. الله. اشتغلت بروفات على كرسي المتحرك وكانوا سايبيني براحتي، لا كانوا بيطالبوني في يوم من الايام وفي اثناء البروفات يعني هتمشي انت على العكاز او هنعمل الحركه ازاي، سابوني براحتي انا استهجى خطواتي لغايه ما وصلت ان انا اشتغل بالعكاز على خشبه المسرح. وده اللي اداك الباور او الطاقه علشان تقدر تكمل من وتبتدي من اول بجديد طبعا برضو. من يعني من اهم اللحظات اللي عدت عليا هي وقوف الاستاذ مجدي الهواري ودكتور يحيى الفخراني جنب مني، زي احمد الجلايني بالظبط، زي دكتور اشرف زكي. للحديث تتم بملفات اخرى، اسمح لي مع بوقفه اعلانيه ونعود الى سابع سما مع شريف الدسوقي.